میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے، شامل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، لو
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماء وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم مبارك ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق